نارين. أغبى إنسان شفته على الكون. هاي جايز. مرحبا جماعتي. جماعة. رغدك. أسفي يا أحمد عشان أنا عندي حياة وبحاول أعمل إشي خارج غرفتي، مش زي بعض الناس عايشين بغرفتهم بس عشان يعلقوا على الناس. دارين بيوتي فهي كويسة بس منخارها مش كويس وكله بسبب الخشب. ما في حدا ممكن يفهم علي. دليل ما وحشنا.